تفضل. دلوقتي انا اقول عصام الشرف حاجه معينه، الشباب دي مش لاقي شغل، وبعد كده احنا هنجوع هنكفر بعد كده. يعني انا مش لاقيين شغل، انا بقالي 3 سنين قاعد مش لاقي شغل، كل ما اروح وظيفه يقول لي هات الورق واعمل الورق، لغايه ما اعمل الورق يقولوا لي ما فيش وظايف دلوقتي، هنعمل ايه يعني؟ نفسك شغال ايه؟ محرم حسن احمد حسين. ايه شغال يا استاذ؟ كنت شغال بتاع هدوم والكلام ده. ملابس يعني؟ ملابس هدوم. ملابس هدوم. دلوقتي الشركه دي صفت والحكومه خدتها. طبعا سحبوا منهم كل حاجه واحنا مرميين في الشارع. يعني دلوقتي انا مش اسمها ايه ولا المصنع؟ ها؟ مصنع ايه؟ شركه اسمها الدوليه. الدوليه. موظف فيها صفوني ومشوني. احنا مش لاقيين شغل دلوقتي، كل ما اروح الوظيفه ولا الاهرام ولا اي حاجه يقول لك ما فيش وظايف دلوقتي، اعمل ورق ومش اعمل ورق، وكل ده اساسا كذب كذب بيضحكوا على الناس من الاخر. شكرا. سعيد عبد الصمد من القرينه. انا عايز اقول لك حاجه يا دكتور عصام، يا دكتور عصام شرف، انت عشان تراضي الرئيس او تراضي الوزراء اللي هم الفاسدين وتتعب العالم، حرام عليك. 85 مليون ما يرضهمش اللي بيحصل في البلد، 85 مليون طالبين الحريه، طالبين العيش النظيف، عشان انت تراضي حسني مبارك وتراضي الناس اللي هم في السجون الوزراء ما يرضيش ربنا. ما يرضيش ربنا. اتفضل يا عم، عايز تقول ايه؟ حاضر. دي انا ياسين محمود، انا مناشد السيد طارق بتاع الاذاعه والتلفزيون. بقول له انت بتقول بتسال منين نجيب فلوس المعاشات والزياده. في حاجه اسمها زكاه الركاد اللي هي زكاه البترول. لو دينتك في اليوم 2 مليون برميل يبقى لهم الخمس. من كل حته تاخد زكاه، مش بنروح نلاقي الجيش العيش سحله والناس مش لاقيه شغل ومرمين في الشارع وتقولوا دول هناك فاضيين ومعطلين المجمع. طب احنا بنضغط عليكم ايه؟ لازم نضغط عليكم عشان تحسوا بينا، احنا تعبانين. انا بقول للدكتور عصام شرف، انت استنيت بيت شرعيتك من هنا. بقول له يا دكتور عصام التقل ده في الشعب الواد ده، احنا ما بنتحرمش من التحرير، كل المطالب بتتحقق. انتوا بتحاكموا اللي عليه جرحه امانه، وكان امين الشرطه وزاره الدفاع هيجيبه من فوق، دول سرقوا البلد، ما بتحكمهمش ليه محكمه عالميه؟ ليه؟ سيبوا الشعب دوت، فين زياده المرتبات المبهمه اللي انت قلت عليها؟ فين زياده المعاشات؟ الناس الغلابه اللي هو بتتابع عليكم، انا بقول لك انت استبدلت شرعيتك من هنا، فانزل من نادي التحرير تاني وكلم الناس. وبقول للمجلس العسكري التقل ده في شعب مصر، التقل ده في شعب مصر. وقتلنا بقى الحربيه والبلطجيه دول لان احنا تعبانين عشان حق الشهيد، عشان حق الشهيد، عشان حق الشهيد. شكرا.